السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله الـ Introduction to Molecular Information Flow and Protein Processing. لا يخوفكم العنوان، ما راح ندخل بالتفاصيل، راح ناخذ فقط الـ Big Picture على الـ Molecular Information Flow. وطبعا من الضروري أنت كأحياء مجهرية، ككورس أحياء مجهرية، انه لازم تعرف شنو المولكيولار انفورميشن فلو وشلون يصير البروتين بروسيسنج. مثل ما قلت راح اشرحها ب كتفاصيل عامه، ما راح ادخل بالتفاصيل كامله ان شاء الله. طبعا هذا السلايد يشوفكم شلون تطورت دراسه الاحياء المجهريه، شلون تطورت الدراسه الوراثيه للاحياء المجهريه على مر السنين، فمنذ بداية 1680s وفان ليفنهوك شاف شكل الخلايا الأحياء المجهرية، وبعدين الباستورايزيشن ونمو الأحياء المجهرية على أوساط معينة، ومن ثم اكتشاف الـ DNA والـ Structure DNA والبكتيريال جينيتكس. بعدها بالـ 1960s اكتشاف الجينيتك كود، وشافهم انه كل 3 نيوكليوتيدز يكونون شفرة معينة لحامض اميني معين. بعد ذلك الاكتشاف الدي ان اي سيكونسينج والديسكفري اوف اركايا. بعدها البي سي ار شلون يضعفون الدي ان اي سيجمنت، والمولكيولر مايكروبيال ايكولوجي والفيرست جينوم، والى الفترة الحالية اذا تشوفون التطور وصل الى دراسة المولكيولر مايكروبيولوجي والجينومكس ودراسة الترانسكريبتومكس والبروتيومكس وهكذا. فده تشوفون التطور اللي حصل منذ 1680s إلى الآن، يعني طفرة نوعية كبرى وتفاصيل كثيرة، ولكن إن شاء الله إحنا راح نتكلم بصورة بسيطة على المولكيولر انفورميشن فلو اللي قاعد تحصل بخلايا الأحياء المجهرية. الجين هو عبارة عن the gene is a segment of DNA specifying a protein، واللي هو عادة يكون محمول بشكل messenger RNA. تعرفون أنتو يبدي الـ DNA بالتضاعف replication حتى يحافظ على ديمومة حياة الخلية، ومن الـ DNA يصير ترانسكريبشن راح نحصل على الـ RNA. والـ RNA ثلاثة أنواع تعرفون عندنا: مسنجر RNA، ترانسفير RNA، والنوع الآخر اللي هو ريبوسومال RNA. طبعا البروتين راح يكون محمول على المسنجر RNA على شكل شفرة، يعتمد على تسلسل النيوكليوتايدز الموجوده على الدي ان اي، وبعدين يصير له ترانسكريبشن على شكل مسنجر ار ان اي. بعد ذلك المسنجر ار ان اي راح يصير له ترانسليشن حتى يعطينا بروتين، طبعا بمساعده التي ار ان اي والار ار ان اي. هذا احنا نسميه الانفورميشن فلو اوف جينيتك ماتيريالز. فده تشوفون انتو كلش مهم انه لديمومة الانفورميشن فلو عندنا الدي ان اي راح يتحول الى ار ان اي، وبعدين الار ان اي المسنجر ار ان اي راح يتحول الى بروتين. هذا السلايد يشوفنا انواع القواعد النيتروجينية اللي تألف الدي ان اي ستراكشر. طبعا تعرفون انتو الدي ان اي يتكون من قواعد نيتروجينية، ويتكون من بنتوز سكر خماسي، ويتكون من فوسفيت جروب. فعندنا نوعين من القواعد النيتروجينية اللي هي بايرميدين بيسز والبيورين بيسز. طبعا البايرميدين عندنا السيتوسين الثايمين واليوراسيل، والبيورين بيسز اللي هي الادينين والجوانين. خلوا بالكم انه الجوانين ادينين والسايتوسين موجوده في الدي ان اي وموجوده في الار ان اي، بينما الثايمين موجود فقط في الدي ان اي، يعني ما نلاقي ثايمين بشريط الار ان اي، واليوراسيل موجود فقط في شريط الار ان اي، وما نلاقي يوراسيل في شريط الدي ان اي.
التركيب الأساسي لارتباط النيوكليوتايدز مع بعضها في شريط الدي ان اي، تشوفون انه احنا عندنا بنتوز اللي هو السكر الخماسي، ويرتبط ببنتوز اخرى عن طريق فوسفيت جروب، واللي هي بواسطة الفوسفودايستر بوند. والقاعدة النيتروجينية ترتبط على الكربون نمبر 1. طبعا هذه تشكل سنجل سترون دي ان اي، والسكند سترون راح تكون من بهذا الاتجاه من هذا المكان حتى تكون الدبل هيليكس اوف دي ان اي، هسه نشرح عنها بالتفصيل. طبعا تعرفون الدي ان اي ستراكشر از ا دبل سترون مولكيول ذات فورمز ا هيليكال كونفيجريشن and is measured in terms of numbers of base. The complementary of DNA arises from the specific pairing of the purine and pyrimidine bases. هنا ده يقول إنه ال DNA structure هو عبارة عن double strand structure، وترتبط strand ويا strand أخرى عن طريق ال nucleotides أو ال اللي هي البيورين والبيرمدين بيسز. فإذا تشوفون هنا عندنا الفوسفيت جروب ترتبط في بالبنتوز سكر، وبعدين فوسفيت جروب ترتبط بالبنتوز سكر. من هذه الجهة اللي كربون نمبر 1 نشوف انه الادينين، جوانين، ثايمين، جوانين، سايتوسين ترتبط بهذا الاتجاه. تشوفون انه البنتوز سكر العفو البنتوز اتجاهها بهذا الاتجاه لأحد شريطي الدي ان اي، بينما الشريط الثاني نشوف انه الاتجاه يختلف. فاحنا هذا نسميه انتي بارالل. فتشوفون ان هنا صارت القاعدة النيتروجينية ارتبطت بالبنتوز سكر، وارتبطت كل قاعدتين ترتبط سوية. طبعا تعرفون انه الادينين راح يرتبط بالثايمين بأصل هيدروجينية ثنائية، بينما الجوانين والسيتوسين يرتبطون بأصل هيدروجينية ثلاثية اللي هي الهيدروجين بوند. هذه يشوفكم الارتباط بين قاعدة نيتروجينية وأخرى. فإذا نشوف بهذا المثال عندنا هذا السيتوسين والجوانين يرتبطون بثلاث أواصر هيدروجينية، بينما الثايمين والأدينين يرتبطون بأصلتين هيدروجينية. طبعا specific pairing between adenine and thymine and between guanine and cytosine they are hydrogen bonds. هاي حكينا عن انه ال C and T are pyrimidines والadenine guanine are purines. The length of a DNA molecule is usually expressed in number of base pairs. وطبعا دائما احنا نقول low kilo base low mega base. فهنا ده نحسب احنا ايش كم قاعدة نيتروجينية موجودة بالجينوميك دي ان اي، واذا كانت كل الف قاعدة هي عبارة عن 1 كيلو بيس، كل الف قاعدة نيتروجينية من هذه، يعني هسه هذه قاعدة نيتروجينية، فنحسب احنا الف قاعدة نيتروجينية من هاي تساوي لنا 1 كيلو بيس من الدي ان اي، والميجا بيس هي عبارة عن 1 مليون بيس، يعني كل مليون قاعدة نيتروجينية هي نشير لها بال1 ميجا بيس. مثل ما قلنا الشريط الدي ان اي هو complementary and anti parallel nature of DNA. Note that one chain and in a 5 phosphate group. One chain اللي هي هاي تنتهي بال5 برايم phosphate group. طبعا هذه كلش مهمة لازم تنتبهوا لها. و the other end يعني الشريط الثاني in a 3-3 hydroxyl. ده تشوفون هذا احنا هذه 3-prime hydroxyl. فخلي ببالكم انه بما انه هو parallel يعني شريط باتجاه والشريط الثاني باتجاه اخر، فاكيد انه احد الاشرط راح ينتهي بال 5-prime والشريط الثاني راح ينتهي بال 3-prime. DNA structure دائما البكتيريال جينوميك از سوبر كويلينج. ليش سوبر كويلينج؟ ا سوليوشن تو باك ا لارج اماونت اوف دي ان اي انتو سمول سيلز اور فايرال بارتيكلز.
طبعا هنا دا يقول دائما الجينومك دي ان اي للبكتيريا هو عباره عن سوبر كويل، يعني ملتف على نفسه. ليش؟ لانه حتى ما ياخذ مساحه داخل خليه الاحياء المجهريه، فدائما يصير له سوبر كويلنج، يعني يلتف على نفسه حتى يقلل المساحه اللي ياخذها داخل الخليه. لانه احنا اذا فتحنا شريط الدي ان اي راح تشوفون انه الدي ان اي لينث مالته هو اكبر بآلاف المرات من حجم الخليه. فتشوفون معطيكم مثال انه هاو لونج از ذا دي ان اي اوف اي كولاي. تعرفون انتم الاي كولاي كلش يعني كل حجمه كلش صغير، فاريد نشوف ايش قد طول الدي ان اي او الجينومك دي ان اي بالاي كولاي. فاحنا نعرف تقريبا الجينومك دي ان اي بالاي كولاي هو ما يقارب ال 4 ميجا بيس، يعني 4 ملايين بيس موجوده بالجينومك دي ان اي اوف اي كولاي. ال 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 0.34 نانومتر هي المسافه مال كل نيكلوتايد، يعني المسافه هذه لكل نيكلوتايد هي عباره عن 0.34 نانومتر. فدائما احنا ايش نضرب يضرب حتى يطلعون طول الدي ان اي لبكتيريا معينه، يضربون حجم الجينومك دي ان اي اللي بهذا المثال احنا الايكولاي، الجينومك دي ان اي مال الايكولاي تقريبا 4 ميجا بيس، فنضربه ب 0.34 نانومتر راح يطلع 1.36 ملتبلاي باي 10 تو 6 نانومتر. طبعا هاي ال 10 تو 6 هي جايه من ال 4 ميجا بيس، فهنا ضارب الاربعه في 0.34 والمليون اللي هي 3 اصفاره، بعدين ضاربه هنا فيطلع عندنا اللينث مالت الجينومك دي ان اي اوف اي كولاي از 1.36 مليمتر. فده تشوفون اذا تقارنون هذا بحجم خليه الاي كولاي اللي هو هذا، ده تشوفوه تعرفون انتم احنا عندنا تقريبا حجم خلية الإيكولاي ما يقارب الاثنين مايكرومتر، فده تشوفون النانو مليمتر. فلذلك تلجأ الأحياء المجهرية إلى أن تلف الـ DNA مالتها بهذه الصيغة حتى ما يأخذ مساحة داخل الخلية. الجينومك DNA ثلاث أنواع بي. النوع الأول اللي هو نسميه احنا Relaxed Circular DNA. طبعا احنا نعرف كلتنا انه الجينومك دي ان اي للبكتيريا هو سيركولار، يعني دائري، بينما للانسان والحيوان هو لينير. وطبعا يختلف، هناك كروموسومز وهنا لا، هو مجرد سيركولار جينومك دي ان اي. طبعا اكو استثناءات بالاحياء المجهريه، عدد قليل جدا من ان بعض الاحياء المجهريه اللي عندها لينير جينومك دي ان اي، اعتقد وحده او سبيشيز واحده او اثنين، ما تحضرني صراحه. فنرجع على الانواع اوف جينومك دي ان اي، عندنا الريلاكس سيركولار دي ان اي، وعندنا النكت سيركولار دي ان اي، وعندنا السوبر كويلد سيركولار دي ان اي. الريلاكس دي ان اي يكون مقطوع من الاتجاهين، فنسميه احنا ريلاكس، يعني ما صاير كومباكت، ما صاير ما كويل على نفسه، مو نفس هذا، فيصير بقطعين بشريطي الدي ان اي فنسميه ريلاكس. اما اذا كان بقطع واحد نيك نسميه نيكت سيركولار دي ان اي، يعني القطع في احد الاشرطه. واذا كان ما بي اي قطع وصاير ملتف على نفسه فاحنا نسميه سوبر كويل دي ان اي. يعني هسه اذا تعزل جينومك دي ان اي من اي خليه احياء مجهريه او من اي بكتيريا العفو وتمشي على الجل، راح تشوف انه عندك ثلاث باندات تطلع، الباند اللي هو للريلاكس دي ان اي، والباند الاخر اللي هو النيك دي ان اي، والباند الاخر اللي هو سوبر كول دي ان اي. لان تعرفون انتم كل ما كان مضغوط الدي ان اي عن الريلاكس راح يمشي على على الجل الكتروفوريسز، راح يمشي باحجام مختلفه. فعندنا هنا ال خلينا نقول الاوبتيمم كروموسومال دي ان اي وذ سوبر كويلد ستراكشر. فده نشوف انه هذا الجينومك دي ان اي ملتف على نفسه، ووجود بعض البروتينات هنا راح يصير سوبر كويلد.
طبعا هذا بالبكتيريا، تعرفون انتم بالايوكاريوت حتى يصير كومباكت دي ان اي عندنا الهيستونات موجوده ويا الدي ان اي، هاي لازم تعرفوها. فعندنا السوبر كول دي ان اي، هذه تاشيرات مالت السوبر كول دي ان اي والنيكت والريلاكس والدبل ستراند دي ان اي. هنا ده يقول the very long DNA molecule can be packed into the cell because it is supercoiled. فاحنا شرحنا هذا المثال وقلنا انه لو ما كان supercoiled ما راح يقدر fit inside the bacterial cell. لذلك تلجأ الخلية الى ان تسوي supercoiled حتى ما ياخذ مساحة سطحية داخل الخلية. شلون الخلية تسوي السيركولر دي ان اي، الريلاكس دي ان اي الى سوبر كويل دي ان اي؟ ان بروكاريوت this سوبر كويلينج از برودوسد باي انزيم كولد توبو ايزوميريزز. طبعا اذا تتذكرون احنا شرحنا على الجايريز وقلنا الجايريز من وظيفته انه يفتح الدي ان اي. طبعا الجايريز هو نوع من انواع التوبو ايزوميريزز، بس احنا شو نسميه؟ يسمونه ال نيجاتيف انزيم. ليش؟ لانه يفتح الدي ان اي يخليه ريلاكس مو سوبر كويلد. هذا بالنسبه للجايريز. فراح نشوف احنا شلون الخليه تسوي السيركولر جينومك دي ان اي الى سوبر كويلد. طبعا هذا نشوف احنا السيركولر جينومك دي ان اي، وهنا عندنا صوره بالمجهر الالكتروني تبين السوبر كويلد دي ان اي. فتشوفون انتم الفرق بالمساحه السطحيه اللي ياخذها الجينومك دي ان اي داخل الخليه. طبعا تبدا الخليه او يبدا الكروموسوم بالالتفاف بهاي الوضعيه بمساعده انزيمات التوبو ايزوميريز، اللي هي اتوقع التوبو ايزوميريز 1 اور 2 اور 3، اتوقع هي ثلاث انواع بس ما ذكر اسمها بالضبط. بس بمساعده هذه موجوده هنا طبعا. Introduction of supercoiling into a circular DNA by activity of topoisomerase 2, a DNA gyrase which makes double strand breaks. شوفوا هنا راح يجي الجينومك دي ان اي راح يصير بهاي الوضعيه. فيجي الجايريز شو راح يسوي؟ راح يفتح الدي ان اي من هذا المكان، فيصير قطع بالدي ان اي، فيلتف هذا الجزء يجي لي برا، وهذا الجزء راح يصير بالجهه الاخرى المقابل. فراح يطلع عندنا هنا يصير هذا الشريط اعلى من هذا الشريط، فيعني هذا الشريط المقطوع راح يصير للاسفل. بعدين يبدي اللايجيزز، اكو انزيم اسمه اللايجيز يلحم هذا الشريط الدي ان اي، ويظهر عندنا السيركولر جينومك دي ان اي بهذه الحاله. ونفس الحاله كل ما كبر الجينومك دي ان اي يبدي التوبو ايزوميريزز بالشغل على الالتفاف الدي ان اي، والجايريز يفتح الدي ان اي من التو سترانز، وبعدين اللايجيزز او اللايجيز انزيم اللايجيز اللي هو اللاحم راح يلحم شريطي الدي ان اي، فيطلع عندنا الجينومك دي ان اي بهذه الحاله. هاي دي اشوفكم الجينيتك اليمنتس الموجوده بمختلف الاحياء المجهريه. فده نشوف احنا الفيروسز، الفيروس نسميه احنا الفيروس جينوم، واللي هو عباره عن سنجل اور دبل ستراند دي ان اي اور ار ان اي، وهو طبعا دائما يكون قصير وسيركولر اور لينير. بينما البكتيريا والاركايا نسميها احنا كروموسوم، هو دائما دبل ستراند دي ان اي extremely long و usually circular. اليوكاريوت كروموسوم double stranded DNA extremely long و linear، ما يصير circular. وهكذا هذه انت المفروض يعني هذه لازم تحفظوها ولازم تعرفون. الميتوكوندريا والكلوروبلاست تعرفوها، وايضا عندنا البلازميد والترانسبوزابل اليمنت، هذه ايضا نوع من انواع الدي ان اي اللي موجوده في بعض الاحياء المجهريه. فعندنا البلازميد، تتذكرون من حكينا على الانتيبايوتيك قلنا دائما الانتيبايوتيك جينز اللي يسبب المقاومه لمضادات الحيويه تكون محموله على البلازميدز.
فالبلازمز هي عبارة عن DNA molecules that exist separately from the chromosome of the cell. يعني البلازمات دائما هي قطعة صغيرة من الـ DNA، قد تكون 10 KB 5 KB، بس هي أقصر من الجينوميك DNA، وتكون دبل ستراند، ودائما تحمل البلازمات. يعني هاي كلش مهم أنتم تنتبهوا لها، دائما البلازمات تحمل جينات ليس ضرورية لحياة الخلية. قد تكون هذه الجينات إنتاج صبغات معينة، قد تكون هذه الجينات إنتاج مضادات حيوية، قد تكون هذه الجينات هي لمقاومة المضادات الحيوية. فدائما تكون محمولة على بلازمات، يعني إذا الخلية فقدت البلازمات ما راح تموت. ليش؟ لأنه البلازمات ما تحمل جينات ضرورية لحياة الخلية. النوع الآخر من DNA عندنا Transposable Elements are molecules of DNA that can move from one site on a chromosome to another. يعني هذه Transposable Elements موجودة في معظم الأحياء المجهرية، وأعتقد موجودة بنسبة كبيرة جدا بالهيومن جينوم. Transposable Elements احنا نسميها بالجينات القافزة. ليش؟ لأنه إذا وجدت في مكان معين على الكروموسوم لها القابلية على القفز إلى مكانات مختلفة على نفس الكروموسوم، فعندها آلية اللي يسموها excision and insertion، تقطع نفسها من مكان، يعني تبدي هذه الترانسبوزابل إليمنت بقطع نفسها بالمكان اللي هي به، وبعدين تسوي لنفسها insertion في مناطق أخرى على نفس الكروموسوم. طبعا الترانسبوزابل إليمنت كلش مهمة بالدايفيرسيتي والعفو بالإيفوليوشن، لها علاقة، لقوا انه هذه الترانسبوزابل إليمنت لها علاقة كلش كبيرة يعني الإيفوليوشن، بيتطور الأحياء المجهرية. ليش؟ لأنه هذه الترانسبوزابل إليمنت من تقفز من مكان إلى آخر قد تسبب ميوتيشنز وتؤدي إلى ظهور صفات جديدة ما تمتلكها الأحياء المجهرية. كذلك قد يكون مثلا بالإنسان، مثلا قد تكون هنالك جينات وراثية مرضية محمولة من الآباء إلى الأبناء، فإذا هذه الترانسبوزابل إليمنت قفزت من مكان معين وضربت هذه الجينات اللي تسبب في الحالة مرضية معينة، راح توقف عمل هذه الجينات. وبالتالي إذا وقفت عمل هذه الجينات اللي تسبب في الحالة مرضية معينة، راح نقول أنه ما تظهر هذه الأمراض في الأفراد اللي حملهم هذه الجينات الوراثية من الآباء، فإلها فائدة مثل ما قلنا الترانسبوزابل إليمنتس. الميتوكوندريا and chloroplasts contain their own DNA chromosome، والفيروسز contain a genome either DNA or RNA that controls their own replication. مثل ما قلنا أن الفيروسات جينوم الفيروسات قد يكون DNA، قد يكون RNA، قد يكون single strand أو double strand. DNA replication، شلون يتضاعف الDNA؟ قبل ما أبلش بالDNA replication، نسيت أنبهكم على شغلة مهمة جدا جدا. خلي أرجع على السلايد بالبداية اللي هو هذا. طبعا إحنا حكينا قلنا شريط الدي ان اي يتكون من قواعد نيتروجينية، اللي هي القواعد النيتروجينية مرتبطة بنتوز اللي هو سكر خماسي ومجموعة فوسفيت. اكو فرق بين الدي ان اي والار ان اي. في حالة الار ان اي، فهاي السكر الخماسي راح يكون هنا بالكربون الثاني اكو او اتش، فش نسميه احنا؟ نسميه الرايبوز. فإذا كانت OH هنا موجودة فهذا فقط في تركيب الـ RNA، بينما بالـ DNA راح نشوف السكر الخماسي اللي هو الرايبوز بهيدروجين مو OH. فش نسميه؟ نسميه ديوكسي رايبوز، يعني سكر منقوص الأكسجين، هذا في شريط الـ DNA. يعني الديوكسي رايبوز السكر المنقوص الأكسجين راح نشوفه في شريط الـ DNA،
والرايبوز اللي هو السكر البي اوكسجين راح نشوفها فقط في شريط الدي ان اي. بالمناسبه اذا فقط الجزيئه هذه فقط السكر فنسميها يا اما رايبوز يا اما ديوكسي رايبوز. اذا كانت القاعده النيتروجينيه مرتبطه بهذا السكر الخماسي ففي حاله الدي ان اي اللي ما بي اوكسجين فنسميه ديوكسي رايبونيوكليوتايد. اما اذا كان بي اوكسجين اللي هو او اتش هنا فنسميه رايبونيوكليوتايد في حاله الار ان اي. واذا كان مرتبط بالفوسفيت فنسميه يا اما ديوكسي رايبونيوكليوتايد ترايفوسفيت او العفو ترايفوكسي فوسفيت اذا بي فوسفات ثلاثي، ولكن في هذه الحاله نسميه ديوكسي رايبو العفو ديوكسي رايبونيوكليوتايد فوسفيت. اما في حاله الار ان اي فنسميه اوكسي رايبونيوكليوتايد فوسفيت. بس هذه لازم تعرفون الفرق بين شريط الدي ان اي وشريط الار ان اي بالنسبه للسكر الخماسي. نرجع على الدي ان اي ريبليكيشن. طبعا بولسي ترانز اوف ذا دي ان اي هيليكس سيرف از ا تمبلت فور ذا سينثيسيس اوف تو نيو سترانز اللي احنا نسميه دائما كل تقريبا معظم الاحياء كل الاحياء المجهريه والايوكاريوت اللي يتضاعف الدي ان اي بطريقه ما تسمى بالسيمي كونسرفاتيف ريبليكيشن. نشوف هنا الدي ان اي ريبليكيشن از ا سيمي كونسرفاتيف بروسيس ان بوث بروكاريوت اند ايوكاريوت. Note that the new double helices each contain one new and one old strand. يعني من يضاعف الـ DNA من ينفتح هذا شريط الـ DNA يصير له unwind راح الـ شريط الـ DNA الجديد المتكون راح يكون واحد من الآباء والثاني يرتبط ويا الشريط الجديد المتكون، فلهذا نسميه احنا semi conservative. The structure of the DNA chain and mechanism of growth by addition from deoxyribonucleoside triphosphate at the 3' end of the chain. The growth always proceeded from the 5' phosphate to the 3' hydroxyl end. The 5-phosphate of the incoming nucleotide being attached to the 3-hydroxyl of the previously added nucleotide. The enzyme DNA polymerase catalyzed the addition reaction. شنو معنى هذا الحكي؟ هنا دا يقول حتى يضاعف الـ DNA دائما طبعا هسه نحكي على تضاعف الـ DNA بصورة أكثر تفصيلا، لكن بس اللي هذا السلايد اللي تعرفوه انه دائما تضاعف الـ DNA دا تشوفون هنا احنا عندنا هذا الـ 5 برايم، دا تشوفون هذا الـ 5 كربون هذا، فهنا نسميه احنا الفايف برايم مثل ما قلنا قبل شويه، وهنا راح يكون الثري برايم، هنا راح يكون فقط او اتش ماكو فوسفيت. من تجي هذه الجزيئه اللي هي قاعده نيتروجينيه سكر خماسي ومجموعه فوسفيت، فمن تجي ترتبط بالدي ان اي دائما الدي ان اي بوليمريز هو اللي يربط قاعده نيتروجينيه كامله باخرى. شلون يربطها؟ يعني ما يصير يجي يربطها من الفايف برايم، لا، حتى يبدي ضعف يضيف على الثري برايم، فيصير الريبليكيشن باتجاه الفايف تو ثري، بهذا الاتجاه هذا الفايف برايم تو ثري برايم، فتصير الاضافه هنا. فهنا شنو عندنا؟ عندنا ديوكسي رايبونيوكليوتايد ترايفوسفيت او ديوكسي رايبونيوكليوسايد ترايفوسفيت، تشوفون بها الاي تي بي كامله بها ثري فوسفيتس. فهنا راح يجي الدي ان اي بوليمريز راح يقطع يسوي كاتلايزيشن هاي الفوسفيت ويبقي مجموعه فوسفيت واحده، طبعا هنا يصرف طاقه مثل ما تعرفون انتم، فيربط ال5 برايم هذه بال3 برايم، فراح يصير اضافه النيوكليوتايد او النيوكليوسايد فوسفيت من ال5 برايم باتجاه ال3 برايم، فيربطها على ال3 برايم هنا وهكذا وتستمر. يعني ما يصير يجي يضيف هذه هنا، لا، دائما الريبليكيشن خلوها ببالكم احفظوها، الريبليكيشن يصير باتجاه 5 برايم تو 3 برايم. عندنا 3 موديلز اوف دي ان اي ريبليكيشن اللي هو سيمي كونسرفاتيف موديل، مثل ما قلنا كل البروكاريوت والايوكاريوت تسلك سلوك السيمي كونسرفاتيف موديل،
وعندنا الكونسرفاتيف موديل وعندنا الديسبرسيف موديل. السيمي كونسرفاتيف موديل العفو هنا البارنتال دي ان اي راح يصير له انويندينج. هسه نشوف شنو الانزيم اللي يسوي له انويندينج، فينفتح شريطي الدي ان اي تباعدا ويبدي الدي ان اي بوليمريز يضاعف شريطي الدي ان اي فيعطينا اربع اشرطه. فالواحد من الاشرطه اللي هو البارنتال راح يرجع يصير له ويندينج او يرتبط بالشريط المتكون الجديد في كلا الحالتين وهكذا. فده نشوف after first replication cycle هذا parental DNA one strand DNA مع new strand of DNA وهذا نفس الحالة. بعدين after second replication cycle راح نشوف انه هذا راح يحافظ على نفسه. هنا ده تشوفون بقى محافظ على نفسه، كون شريطين DNA اضافيات راح نرتبطن ببعضهم. فهنا بقى ليش سموه semi conservative؟ ليش؟ لانه في الافتر ريبليكيشن فيرست ريبليكيشن راح يكون يضاعف الدي ان اي وكل شريط جديد راح يرتبط مع شريط بارنتال دي ان اي، بينما بالسكند راوند او افتر سكند ريبليكيشن سايكل يعني السكند والثيرد والفورث راح يبقى البارنتال هذه راح تبقى دائما مرتبطه مع بعضها، ولنيو خلينا نقول النيو دوتر دي ان اي راح ترتبط مع بعضها، فلذلك يسموها سيمي كونسرفاتيف. الكونسرفاتيف دائما البارنتال راح تبقى بعضها، يعني ينفتح الشريطي الدي ان اي ويكون نيو سترانز اوف دي ان اي. النيو سترانز اوف دي ان اي دائما راح ترتبط مع بعضها والبارنتال دي ان اي راح ترتبط مع بعضها، وتبقى ايفن افتر سكند ثيرد فورث اور فيفث ريبليكيشن سايكلز راح يبقى البارنتال دي ان اي مع بعضها والنيو دوتر دي ان اي راح ترتبط مع بعضها. الديسبرسيف لا يختلف عن هذه وهذه، اللي هو دائما شريطي الدي ان اي راح تنفتح ويرتبط البارنتال مع نيو دي ان اي ستراند، وايضا بالسكند ريبليكيشن راح يفتح ويرتبط 1 بارنتال 1 نيو ستراند وهكذا. فهذا يسموه الديسبرسيف موديل، يعني ما يحافظ البارنتال دي ان اي ما يحافظ على نفسه، دائما يرتبط ويا النيو ستراند. بينما بالكونسرفاتيف لا، البارنتال دي ان اي دائما يرتبط مع بعضه، والسيمي كونسرفاتيف اونلي افتر فيرست ريبليكيشن راح يرتبط مع العفو اونلي اي نعم افتر فيرست ريبليكيشن راح يرتبط مع النيو دوتر دي ان اي، وبعد ذلك راح يبقى البارنتال دي ان اي مرتبط مع نفسه. شلون عرفهم انه الايوكاريوت والبروكاريوت هي سيمي كونسرفاتيف، او شلون عرفهم انه الدي ان اي ثلاث انواع بالريبليكيشن؟ استخدمهم النيتروجين الايزوتوبس، فاستخدمهم خلينا الان 15 والان 14. تعرفون الان 15 والان 14 هي ايزوتوبس اثنينها تقريبا نفس الشيء، ولكن الاختلاف بالنيوترونز، تصير واحدة من عندها طبعا نيتروجين المشع، واحدة من عندهن أثقل من الأخرى. فنمم خلينا نقول البارنتال سيلز وسط بنيتروجين مشع العفو اللي هو الان 15، وسووا لها سبين، فشافهم انه الخلايا او الدي ان اي العفو الدي ان اي انه من سووا لها سبين كان اثقل وطلع عندهم فقط باند واحد، فهذا دليل على ان الدي ان اي فروم بكتيريا ذات هاد بين جرون اند ميديوم كونتينينج ان 15 ابيرد از ا سنجل باند. بعد الفيرست جينيريشن نمم الخلايا اللي نموها بان 15 نموها بان 14 ميديوم وخلوها تتضاعف. هنا طبعا ما يعني نموها بس ان 15 وشافهم الدي ان اي انه يطلع سنجل باند. بعدين نمم الخلايا من هذا الوسط الى وسط يحتوي على الان 14 وخلوه لي جينيريشن وحده وسووا له سبين، فشافهم انه ايضا عندهم سنجل باند. After one round of replication the DNA appeared as a single band intermediate between that expected for DNA with N15 and that expected for DNA with N14. فهنا صار عندنا الضاعف الدي ان اي
والبارنتال ارتبطت ويا النيو سترانز، فكلها طلعت هنا كلها طلعت از ا سنجل باند. فهذا تفسيرها انه البارنتال ضاعفت و1 سترانز اوف ذا بارنتال بايرد وذ النيو سترانز اوف ذا دي ان اي ريبليكيشن، فطلع عندنا ميكست، فطلع عندنا اولي سنجل باند اللي هو يحتوي على الان 15 والان 14. بعد السكند جينيريشن ايضا نمو خلوه يعني العفو خلوه يتضاعف بالان الميديوم اللي بيها ان 15، وشافهم انه من يسوون سبين طلع عندهم تو باندز افتر ا سكند راوند اوف ريبليكيشن دي ان اي ابيرد از تو باندز وان ان ذا بوزيشن اوف هايبريد دي ان اي اللي هو ان 15. تشوفون هنا هذا الان 15 اللي هو الميكست، وهالف ان 14 يعني هذا يحتوي على الميكس الان 15 والان 14. and the other band other position of the band contained only n 14. فهذا دليل على شنو؟ دليل على انه هذا البارنتال بقت حافظت على نفسها، انفتح شريطي الدي ان اي، انطت شريط دي ان اي جديد، فرجعت هذه paired with itself، رجعت البارنتال ارتبطت مع بعضها والنيو ستراند ارتبطت مع بعضها. فشافهم انه هذا هذه وهذه طلعت عندنا هنا اللي هي نفس هاي، بينما النيو ستراند طلعت عندنا اخف اللي هي n only n 14. يعني تعرفون انتم البارنتال هنا من اخذت الان 15 بعدين من الضاعفت انطت الدي ان اي الجديد، ما شاف ان 15 شاف اونلي ان 14، فتعلم الدي ان اي الجديد بالان 14. بعدين من خلوها تنمو بالان 14 السكند جينيريشن كل الدي ان اي راح يطلع ان 14 لانه ماكو بعد ان 15، فقط البارنتال ظل محافظ على ان 15. فشكو دي ان اي جديد راح يطلع راح يكون معلم بالان 14، فلذلك طلع عندنا بهذه الصوره انه الميكست بقت ميكست بقت محافظة على نفسها، وطلع عندنا الباند هنا، بينما الافتر سكند جينيريشن النيو دي ان اي طلع بباند اخرى. فعافوا على الجينيريشن الثالثة وشافهم انه العملية نفسها بقت تو باندز اللي هي البارنتال بقت محافظة والنيو دي ان اي طلع اكثر، عندنا العدد مالت الدي ان اي او اشرطة الدي ان اي صارت اكثر وايضا طلعت اخف. طبعا شلون عرفوها انه هذه بقت محافظة على نفسها؟ هو طبعا الانتنسيتي مال الباند اللي تطلع عندهم، فكل ما يعرفوها لجنريشن اخرى الانتنسيتي مال هذا الباند تزيد، بينما الانتنسيتي مال هذا الباند تحافظ يعني تبقى محافظة على نفسها. هذا يعني هذه التجربة سووها، واللي هو النيتروجين المشع استخدموه وعرفهم شلون انه الايكولاي طبعا استخدمها على الايكولاي وشافها من الايكولاي هي سيم كونسرفاتيف. التفاصيل اللي يضاعف بها الدي ان اي، هذا عندنا شريط الدي ان اي، خلي نبدي من هنا، هذا هو شريط الدي ان اي. طبعا تعرفون راح عندنا انزيم اسمه الهيليكيز، تعرفون انتو احنا الدي ان اي هو هيليكيز يعني مرتبط على نفسه صاير بشكل حلزوني. فيجي هذا الانزيم الهيليكيز يفتح شريط الدي ان اي ويرتبط هنا ويبدي يفر نفسه حتى يسوي ان ويندينج للدبل ستراند ويندينج دي ان اي، فيبدي يسوي له ان ويندينج ويفتح شريط الدي ان اي يخلي هاي الشريطين يتباعدن عن بعضها وتبدي الانزيمات تشتغل هنا، فيتكون عندنا يبدي عمليه الريبليكيشن. دي ان اي بوليمريز ريكواير ا برايمر، انتبهوا لها. دي ان اي بوليمريز احنا قلنا هناك الدي ان اي بوليمريز هو اللي يضيف الديوكسي رايبو نيوكليوسايد فوسفيت تراي فوسفيت للشريط الجديد المتكون، يجي يبدي يضيف واحده واحده. فشنو يحتاج الدي ان اي بوليمريز؟ الدي ان اي بوليمريز حتى يرتبط بشريط الدي ان اي يحتاج برايمر which is composed of RNA. البرايمر هو عباره عن قطعه صغيره من الدي من الار ان اي، العفو، دائما البرايمر يكون بين ال 20 الى يعني 20 30 او 35 يعني، بس هو دائما من 20 لل 40، ما يتجاوز ال 40 ومو اقل من ال 20. فهي عباره عن قطعه ار ان اي صغيره اللي هو احنا نسميه برايمر.
فحتى الـ DNA polymerase يشتغل يحتاج إلى قطعة RNA صغيرة نسميها البرايمر. This short segment is synthesized by the enzyme primase. البرايمز هو اللي يصنع هذا البرايمر في داخل الخلية. No non-DNA polymerase can begin a new chain without a primer. يعني الـ DNA polymerase نهائياً ما يقدر يضيف القواعد النيتروجينية، العفو مو قواعد نيتروجينية، نهائياً ما يقدر يضيف الديوكسي رايبو نيوكليوسايد فوسفيت إلى شريط الـ DNA المتكون إذا ماكو برايمر. All these enzymes can only add a nucleotide to a pre-existing 3OH group, hence the necessity for a primer. فهنا احنا قلنا، تذكرون قلنا التضاعف يبدي من 5 برايم الى 3 برايم. فهنا ال 5 برايم احنا عندنا يجي قطعة البرايمر، هذه البرايمر الـ RNA primer، هذه قطعة البرايمر. طبعا لازم نفس السيكونس اللي هنا، تشوفون هنا يعني مو نفسه بالضبط، يعني لازم تتذكرون احنا قلنا انتي بارا العفو شريط الدي ان اي بارالل. فهنا لازم اذا عندنا هنا سايتوسين لازم البرايمر بي جوانين، اذا عندنا ادينين لازم يوراسيل، لان تعرفون قلنا احنا ار ان اي برايمر، اذا ادينين قلنا يوراسيل، الثايمين لازم ادينين، وهكذا. فبعد ما يفتح الهيليكيز شريطي الدي ان اي دبل ستراند، راح يجي البرايمر يرتبط باتجاه 5 تو 3 برايم، فيرتبط هنا. فهنا شنو صار عندنا؟ هنا صار عندنا ال 3 او اتش 3 هيدروكسيل، فراح يجي الدي ان اي بوليميريز يبدي يقوم يضيف هاي القواعد النيتروجينيه اللي بيها السكر والبيها الفوسفيت، فيبدي يسوي كاتلايزيشن للترايفوسفيت ويبدي يضيف على الثري برايم، ويربط قاعدة، كل قاعدة يربط بحد، ويبدي يشتغل، يصير عندنا امتداد لشريط الدي ان اي الجديد المتكون. ده تشوفون هنا يبدي يضيف باتجاه 5 to 3 الدي ان اي بوليمريز. كلش مهم تعرف انه عندنا نوعين من الستراند بعملية الريبليكيشن. Extension of the DNA occurs continuously on the leading strand but discontinuously on the lagging strand. احنا قلنا حتى يضاعف الدي ان اي شنو يحتاج؟ يحتاج برايمر يرتبط على شريط الدي ان اي، ويبدي الدي ان اي بوليمريز يضيف على ال 3 برايم باتجاه يعني يبدي من 5 الى 3، دائما الريبليكيشن يبدي من 5 الى 3. فهنا احنا عندنا من يجي يرتبط البرايمر هنا ارتبط بهذا المكان، فصار عنده هنا صارت النهايه 3 او اتش، فيقدر يضيف عليها. فكل ما يفتح الهيليكيز راح يبدي هذا يستمر يضيف الدي ان اي بوليمريز. هذا شو نسميه؟ نسميه ليدنج ستراند، ليدنج ستراند. ليش؟ لانه هذا كونتينيوسلي ما يقطع، يبدي الدي ان اي بوليمريز يضل يشتغل، اللي هو دي ان اي بوليمريز 3 راح يضل يشتغل هنا الى ان يتوقف الهيليكيز، او الى ان يكمل شريط الدي ان اي من هذا الاتجاه. بينما الشريط الثاني نسميه احنا اللاجينج ستراند. ليش؟ لانه البرايمر ما يقدر يرتبط هنا بهذا الاتجاه، البرايمر ما يقدر يرتبط بهذا الاتجاه. ليش؟ لانه احنا قلنا دائما ريبليكيشن يصير بالاتجاه من 5 برايم تو 3 برايم، فاذا اجى ارتبط هنا راح يصير هنا النهايه عندنا ال 5 برايم، فما يقدر يضيف عليها الدي ان اي بوليمريز. فشو يسوي بهذا الاتجاه اذا كانت اتجاه الشريط الدي ان اي هنا؟ راح يجي اكثر من ار ان اي برايمر. هنا طبعا شوفوا عندنا ار ان اي برايمر واحد هو اللي سوى كل الشريط، بينما هنا راح يبدي عدة RNA primers راح ترتبط من هذه الاتجاهات، من هذا الاتجاه، من هذا الاتجاه، فيجي يرتبط هنا. هسه صار عندنا هذا الاتجاه بهذا الاتجاه، صار عندنا شنو؟ صار عندنا صار عندنا الاتجاه 5 to 3 prime. زين 5 to 3 prime تشوفون هسه هذا 5 to 3 prime، فيبدي الDNA polymerase يجي يضيف القواعد هنا. وايضا يعني هسه هنا عندنا، هنا صار عندنا خلينا نقول 1 برايمر
with one DNA polymerase. بس هنا عندنا multi primers with multi DNA polymerases اللي تشتغل كلها بآن واحد. بعد ما تكمل هذه، طبعا هذه كل هذه القطع شو نسميها احنا؟ نسميها اوكازاكي فراجمنت. دائما هي راح تكون متباعده، يعني برايمر عندنا برايمر تقريبا بحدود الالف بيس بير، يعني 1 كي بي، يعني هذا البرايمر بعد عن هذا البرايمر تقريبا بحدود ال 1 كي بي. فبعد ما تكمل يعني من هذا يصل لهنا وهذا يصل لهنا، يخلص ال 1 كي بي لهذا ويخلص ال 1 كي بي لهذا، اكو انزيمات خاصه راح تجي توخر هاي البرايمرات وتبدي تضيف تملا هذا الجاب اللي هنا، فيتكون عندنا شريط دي ان اي كامل. ف event of the DNA replication fork note the polarity and antiparallel nature of the DNA strands. The substrates for the primase are ribonucleotide triphosphates, while for DNA polymerase they are deoxyribonucleotide triphosphate. هاي حكينا عنها، يعني الفرق بين الديوكسي والاوكسي، فهاي لازم تنتبهوا لها وهذه جدا مهمه. فهذه بصوره عامه، انا ما دخلت بالتفاصيل وما دخلت بالانزيمات، راح اعيدها مره اخرى. يجي الهيليكيز يرتبط على الدبل ستراند ويبدي فتح الشريطي الدي ان اي، تتباعد شريطي الدي ان اي عن بعضها. اذا كان البرايمر يرتبط من 5 تو 3 برايم على الدي ان اي نهايته 3، فهنا صار عندنا اتجاه 5 تو 3، راح يصير عندنا 1 ار ان اي برايمر وذ 1 دي ان اي بوليمريز 3، فيبدي يكون عندنا الليدنج ستراند اللي هو كونتينوسلي. بينما اذا كان عندنا البرايمر هنا النهايه مالت الدي ان اي المفتوحيه 5 برايم، البرايمر ما راح يقدر يرتبط ويسوي بهذا الاتجاه، فراح يصير عندنا عده برايمرات مع عده دي ان اي بوليمريز. طبعا الدي ان اي بوليمريز اللي راح يسوي هذه الاوكازاكي فراجمنت يختلف عن الدي ان اي بوليمريز 3، هو الدي ان اي بوليمريز بس يختلف الفانكشن مالته. فيبدي يكون الاوكازاكي فروما، بعدين عندنا انزيمات راح توخر هاي البرايمرات، اللي انتم تعرفون هاي البرايمرات بها يوراسيل، و قلنا احنا شريط الدي ان اي ما بيه يوراسيل. وايضا هذه البرايمرات هي ار ان اي، فيكون عندنا الاوكسي ريبونوكليسايد مو الديوكسي، فلازم يصير لها اكسجين فتنشال هاي البرايمرات، والدي ان اي بوليمريز اخر يجي يضيف النيوكليوتيد هنا وباللايجيز يلحم هاي القطعه ويا هاي القطعه وهاي القطعه ويا هاي القطعه، فيكون عندنا شريط دي ان اي. فهذا احنا نسميه لاجنج ستراند اللي هي من عندها نطلع اوكازاكي فراجمنتس، وهذا الليدنج لانه كونتينوسلي، هذا ما كونتينوسلي، يعني نسميه احنا ديسك كونتينوسلي. خلصنا من الار ان اي ريبليكيشن. مثل ما قلت لكم انا ما دخلت بالتفاصيل، اعطيتكم بس خلينا نقول نبذة مختصرة وفكرة عامة عن الريبليكيشن. عندنا الـ RNA synthesis اللي هو transcription، احنا قلنا بالـ information flow replication بعدين transcription. The three major types of RNA، عندنا messenger RNA contains the genetic information to encode one or more polypeptide. Its role is at the genetic level by carrying the genetic information from the DNA. طبعا قطعة الـ DNA يصير لها transcription حتى تعطينا messenger RNA اللي هو يحمل الـ genetic code اللي بعدين راح تترجم إلى protein. وأيضا الـ transcription من الـ DNA راح يعطينا الـ tRNA الـ transfer DNA، an adapter molecule used in translation that has specificity for both a particular amino acid and for one or more codons. Its role is at the functional and structural level. يعني هنا المسنجر ار ان اي راح يصير له ترانسليشن، بينما التي ار ان اي هو structural level، ما راح يصير له ترانسليشن، هو التي ار ان اي هو مجرد structural level، والتي ار ان اي دائما يحمل الامينو اسيدز اللي راح تنضاف للبوليبيبتايد اللي ناتج عن المسنجر ار ان اي. وعندنا الرايبوسومال ار ان اي، انتم تعرفوه تايبس اوف ار ان اي فاوند ان ذا رايبوسوم فانكشنال اند ستراكشرال رولز، فنفس الشيء هذا ما راح يترجم لانه يحمل ستراكشرال
رول زين، انه هو راح يعني هو يحمل الستركتشر مالته اللي راح يصير له كونفرميشن معين فيكون الرايبوسوم. شلون يصير عملية السينثيسيس اوف ذا 3 تايبس اوف انفورميشنال مولكيولز اللي هي تي ار ان اي، ام ار ان اي، والار ار ان اي. هنا طبعا بعد عملية الريبليكيشن عندنا الار ان اي بوليمريز، راح نشوف احنا ار ان اي بوليمريز مو دي ان اي بوليمريز. الدي ان اي بوليمريز راح يسوي لنا ريبليكيشن، الار ان اي بوليمريز راح يسوي لنا ترانسكريبشن. فيجي الار ان اي بوليمريز راح يرتبط على السنجل ستراند دي ان اي ويبدي يحول لنا يسوي لنا ترانسكريبشن للمسنجر ار ان اي او التي ار ان اي او الار ان اي. فهذا شلون يتكون عندنا يعني شلون يصير عمليه ترانسكريبشن. فيجي الار ان اي بوليمريز يرتبط بالدي ان اي ويطلع لنا شريط مسنجر ار ان اي. هو تقريبا يعني اذا اكو جي راح ينطينا سي، واذا اكو سي ينطينا جي، لكن بس انتبهوا الادينين والثايمين راح يحولها الى يوراسيل. هذه كلش مهم، الدي ان اي ما بيوراسيل. اذا كان هنالك ادينين او ثايمين، العفو اذا كان هناك ادينين المسنجر ار ان اي المتكون ايش راح ينطينا؟ ما راح يعطينا ثايمين، راح ينطينا يوراسيل. فقط الادينين راح يعطينا يوراسيل، اذا كان ثايمين راح يعطينا ادينين، ماكو مشكله. ولكن بما انه احنا الادينين مقابل الثايمين، واحنا قلنا ماكو ثايمين بالمسنجر ار ان اي، فراح ينطينا يوراسيل. وبعدين هذه الترانسكريبشن راح يطلع لنا هذا المسنجر ار ان اي، والمسنجر ار ان اي راح يصير له ترانسليشن اللي هو عندنا هذا الرايبوسوم اللي هو بي ار ار ان اي. هذا الرايبوسوم راح يرتبط على المسنجر ار ان اي، يرتبط بالمسنجر ار ان اي في مكان معين. وبعدين يجي هذا عندنا هذا اللي تشوفون هذا الشكل اللي هو تي ار ان اي، طبعا يحمل امينو اسيد معينه هذا التي ار ان اي اعتمادا على الكودون الموجوده على المسنجر ار ان اي. راح يرتبط، تعرفون انتم كل 3 نيوكليوتايدز هي عباره عن عن كود وحده تشفر الامينو اسيد وحده. فاعتمادا على التسلسل الموجود هنا راح يجي التي ار ان اي يرتبط هنا ويبدي يبني بالاحماض الامينيه. طبعا تعرفون هذا اذا كان يجي اول تي ار ان اي يحمل حامض اميني معين، ومن يربط الحامض الاميني بحامض اميني حتى يسوي البوليبيبتايد راح يطلع، ويجي ثاني تي ار ان اي يحمل حامض اميني معين باعتمادا التسلسل الموجود على المسنجر ار ان اي. فنشوف احنا synthesis of the three types of informational macromolecules. Note that in any particular region only one of the two strands of the DNA double helix is transcribed. Note the linear correspondence between the base sequence of the gene and the amino acid sequence. Three bases on messenger RNA molecule codon. Three bases اللي هي codon encode a single amino acid. هنا ده يقول إنه شريطي ال DNA واحد منعتهم فقط راح يصير للترانسكريبشن، مو اثنيناتهم، لأنه إذا اثنينهم يعني راح ينطيك نفس ال المسنجر ار ان اي، او العفو ما ينطيك نفس المسنجر ار ان اي لانه التسلسل راح يختلف. اذا هنا عندنا جي هنا قد يكون سي، فهو اعتمادا على الخليه شنو تريد. اذا كان الجين محمول على هذا الشريط فيقدر يطلع المسنجر ار ان اي من هذا الشريط، بس هو بكل الاحوال راح اونلي وان ستراند راح يصير له ترانسكريبشن. هذا الترانسكريبشن بصوره مفصله، يعني ترانسكريبشن اوف ار ان اي فروم دي ان اي انفولفز ذا انزيم ار ان اي بوليمريز ويتش ادز بيسز اون تو ذا 3 برايم اند اوف جراوند تشينز. انلايك دي ان اي بوليمريز، ار ان اي بوليمريز نيدز نو برايمر اند ريكوجنايزز ا سبيسيفيك ستارت سايت اون ذا دي ان اي كولد ذا بروموتر. قلنا بالدي ان اي ريبليكيشن راح يجي برايمر معين ويرتبط بالدي ان اي، وبعدين الدي ان اي بوليمريز يضيف القواعد النيتروجينيه فيكون يصير عمليه ريبليكيشن. بالترانسكريبشن ما نحتاج الار ان اي بوليمريز، العفو ما نحتاج البرايمر ولكن نحتاج الار ان اي بوليمريز، بس هنا ما نحتاج برايمر كما بالدي ان اي ريبليكيشن. بالترانسكريبشن
الـ RNA polymerase ما يحتاج أي برايمر، لكن شنو يحتاج؟ يحتاج منطقة مخصصة موجودة على الـ DNA اسمها الـ promoter. فهذا الـ promoter يعني هو تسلسل معين موجود على الـ DNA راح يقرأ الـ RNA polymerase، فيجي الـ RNA polymerase يرتبط على الـ promoter ويبدي ينطي يسوي عملية ترانسكريبشن ويكون الـ RNA المطلوب المسنجر RNA. فهذا الفرق بين الـ RNA polymerase والـ DNA polymerase. الـ DNA polymerase هو بالريبليكيشن ويحتاج برايمر، والـ RNA polymerase هو بعملية ترانسكريبشن حتى نكون مسنجر RNA وما يحتاج أي برايمر، ولكن يحتاج بروموتر اللي هو تسلسل معين موجود على شريط الـ DNA. Steps in RNA synthesis: the initiation and termination sites are specific nucleotide sequence on the DNA. The sigma factor allows RNA polymerase to recognize the initiation site, the promoter. يعني الـ promoter راح أكو فد شيء اسمه sigma factor. هاي sigma factor تيجي ترتبط أول شيء بالـ promoter على الـ DNA، ومن خلالها الـ RNA polymerase راح يميز إنه هذا هو الـ promoter ويجي يرتبط على الـ promoter. Which strand of the DNA is transcribed is determined by the orientation of the promoter sequence. احنا قلنا الـ transcription مو على الشريطين، هسه هنا احنا حكينا قلنا الـ transcription راح يكون شريط واحد من الـ DNA مثل ما تشوفون هنا. شنو يعتمد هذا؟ هذا يعتمد by the orientation of the promoter sequence، يعتمد على اتجاه البروموتر، يعني الاتجاه الملائم حتى يقعد عليه السيجما فاكتور، والاتجاه الملائم حتى يقعد عليه الـ RNA polymerase هو اللي يحدد أي شريط راح يصير له transcription. The sigma factor is released during elongation. RNA polymerase moves down the DNA chain causing temporary opening of the double helix and transcription of one of the DNA strands. When a termination site is reached, chain growth stops and the messenger RNA and polymerase are released. فهنا طبعا اكو تفاصيل هواية، هي ثلاث خطوات للعملية transcription، بس انا اعطيكم اياها بصورة مبسطة. فهنا مجرد انه السيجما فاكتور ترتبط وبعدين الـ RNA polymerase راح يرتبط، راح يصير ريليز للسيجما فاكتور اللي هي هاي، يصير لها ريليز بعد ما يرتبط الـ RNA polymerase ويبدي يكون المسنجر RNA. وبعد ما يكمل المسنجر RNA اكو تسلسل معين موجود بالـ DNA اللي هو دائما يكون هاي جي سي كونستريشن، فهذه هي اللي تحدد نهاية الجين. طبعا حتى يصير عمل الترانسكريبشن اكو فد شيء اسمه الانيشيشن والترمينيشن، هذه تحدد السيكونس الموجود على الدي ان اي، ما اريد اخذ بالتفاصيل مالتها حتى انا اهتم الدخون اكثر. هذه الصوره بس اشوفكم الانواع مال الار ان اي بوليمريزز بين البكتيريا اللي بيها 5 سب يونتس، والاركايا بيها 11 تو 12 سب يونتس، والايوكاريا بيها 12 اور مور سب يونتس. فدت تشوفون احنا هذه نسميها سب يونتس. فبس بدي اشوفكم الـ RNA polymerases الاختلاف بيناتها بين البكتيريا والاركايا واليوكاريا. طبعا اكيد يعني هذه مهمه انه انتم تعرفوها. الترانسكريبشن ترمينيشن كل اللي اريدكم تعرفوه منه انه الـ RNA polymerase stops transcription at specific sites called transcription terminators. Inverted repeats in transcribed DNA lead to formation of a stem loop structure in the RNA which can result in termination of the transcription. فهنا من راح يصل النهاية راح يصير الـ RNA المتكون راح يصير احنا ما يسمى بالستيم لوب. اذا تشوفوا شلون صار ستيم لوب، فراح يبدي يرتبط هذا الستيم لوب يعني يكون هذا الستركتشر. اذا تشوفون انه هو دائما قلنا احنا هاي جي سي، فهنا راح يصير ارتباط، وهذا الستيم لوب راح يسبب في عملية الترمينيشن للترانسكريبشن. يعني انت مجرد انك تعرف انه اريدك تعرف انه شلون شنو يعني شلون تبدا عملية الترانسكريبشن وشلون تنتهي،
تبدي عمليه الانشيشن، ان السيجما فاكتور راح يميز سيكونس معين اللي هو البروموتر، وبعدين راح يرتبط الار ان اي بوليمريز ويبدي يسوي ترانسكريبشن للار ان اي، والترمينيشن الار ان اي راح يسوي الستيم لوب اللي هو يسبب بانفصال الار ان اي بوليمريز وانفصال المسنجر ار ان اي او الار ان اي من الدي ان اي. The genetic code is expressed in terms of RNA, and a single amino acid may be encoded by several different but related codons. A codon is recognized following specific base pairing with a sequence of three bases on a tRNA called the anticodon. A few codons, called nonsense codons, do not encode an amino acid. In addition to the nonsense codon, there is also a specific start codon that signals where the translation process should begin. Some tRNAs can recognize more than one codon. كل اللي اريده من عندكم تعرفون انه من يطلع مسنجر ار ان اي كل 3 نيوكليوتايدز هي كودون. بالمقابل التي ار ان اي السيكونس مالته حتى يقابل هاي الكودون نسميه احنا الانتي كودون. فهنا بدي اشوفكم هنا الكودونز اللي موجوده على المسنجر ار ان اي اللي تنطي شنو نوع الحامض الاميني. ابدا لا تحفظوها، ولكن مجرد تكون عندك فكره انه كل 3 نيوكليوتايدز هي كودون على المسنجر ار ان اي، وكل كودون او كل 3 نيوكليوتايدز هي تشفر لحامض اميني معين اللي يحدد هذا السيكونس. فهنا يقول اكو بعض الكودونز نسميها احنا nonsense codons do not encode an amino acid، يعني اكو كودونات هي ما بها يعني ما تشفر الحامض اميني معين يسموها nonsense codon. هذه عملية الترانسليشن اللي هي عندنا البيس بيرنج between codon. هذا طبعا المسنجر ار ان اي تشوفون، فهذه احنا نسميها codon 3 nucleotides and anticodon اللي هو من التي ار ان اي. When tRNAs can recognize more than one codon, tRNA molecules form strand base pairs only at the first two positions of the codon, while tolerating irregular base pairing at the third position. This apparent mismatch phenomenon is called wobble. طبعا هذه مهمة جدا اللي هو احنا نسميه wobble concept. اللي هو base pairing is more flexible for the third base of the codon. Only a portion of the tRNA is shown. هنا أنا شنو معناها؟ معناها إنه ال nucleotide الأولى والثانية جدا مهمة بتحديد الكودون والانتيكودون. بينما في بعض الأحيان ال third nucleotide تكون ما حل مهمة. ليش؟ لأنه أكو بعض الأحماض الأمينية تشفر بأكثر من كود. يعني مثلاً عندي هنا الجي سي يو شتنطيني؟ تطيني ألانين. أيضاً مثلاً هذا المثال مو صحيح، بس مثلاً الجي سي اي تطيني أيضاً ألانين. فإذا كان الحامض الأميني هو ألانين فهنا لازم يكون جي سي، ولكن هاي الثالث نيوكليوتايدا ما بالضرورة قد تكون يو أو قد تكون أي مثلا. ليش؟ لأنها تنطل نفس الحامض الأميني. فبما أنه نفس الحامض الأميني فهنا هذه احنا نسميها الووبل كونسبت اللي هو هذه تكون فليكسبل، لكن هذا من الاثنين ما فليكسبل، لازم تحدد دن الاثنين هنا يحدد الحامض الأميني. أنا دا أحكي أقول بعض الأحماض الأمينية مو كلها حتى تفتهمون كلامي. شو تشوفون هنا؟ نشوف انه بعض الاحماض الامينية دا تشوفون مثلا اليوسين عندنا هنا شنو هو؟ دا تشوفون CUA، لكن الثيرد نيوكليوتايدز هي مختلفة. فبغض النظر هذا يسموه الوبل كونسبت، بغض النظر عن انه هذه الثالثة مختلفة، راح تكون الانتيكودون حتى اذا جت الانتيكودون جي
فهي راح ترتبط هنا وتشفر الحامض الأمين اليوسين. فكل اللي يريده منك أن تعرف أنه عملية الترانسليشن أكو كودون متكونة من 3 نوكليوتيدز يقابل على شريط المسنجر RNA، يقابلها بأنتي كودون موجودة على tRNA هي اللي تحدد نوع الحامض الأميني. وأيضا الووبل كونسبت شنو معناه؟ الووبل كونسبت معناه أنه الثيرد بيس أنه هذه دائما تكون فليكسبل. ليش؟ لأنه أكو بعض الأحماض الأمينية هذه تكون مختلفة ولكن تشفر لنفس الحامض الأميني. The ribosome plays a key role. قبل ما أبدأ بهاي بس أريد أن أنبهكم أنه ليش قلنا إحنا tRNA هو structural ما يترجم الRNA. tRNA بعد ما يطلع بعد الترانسكريبشن راح يأخذ هذا الشكل ويحمل الحامض الأميني اللي هو يعتمد على الكود هذه. وهذا tRNA ممكن أنه عندما يضيف الحامض الأميني أو العفو من يجيب الحامض الأميني ويضيفه للبوليبيبتايد، طبعاً أكو فدية سلسلة طويلة بس أنت يعني ركزوا لهنا. بعد ما يضيف الأمينو أسيد هذا tRNA راح يطلع ويجيب حامض أميني ثاني يجي يضيفه وهكذا. فهنا دائما هذا tRNA الهالف لايف مالته اعتقد ساعات، بينما المسنجر RNA لا الهالف لايف مالته قد تكون مينتس. جدا حساس المسنجر RNA. The ribosome plays a key role in the translation process bringing together messenger RNA and amino acyl tRNA. الأمينو أسيل tRNA اللي هو عندما تبدي إضافة الأمينو أسيلز حتى تكون البوليبيبتايد. فهنا نبدأ نشوف إحنا الريبوسوم ستركتشر. هذا الفرق أنتم لازم تعرفوه. السايزز اللارج والسمول سب يونتس بين البروكاريوتس والإيوكاريوتس، فهذه مهمة لازم تعرفوها. هذه عملية الترانسليشن إحنا راح أشرح لكم إياها بصورة مبسطة. طبعاً الشاين دلغارنو sequence involved in binding of the messenger RNA to the ribosome. الريبوسوم شون يجي يرتبط على المسنجر RNA؟ طبعاً ما يرتبط بصورة عشوائية. شون احنا من قلنا السيجما فاكتر ترتبط على الDNA. ليش؟ لأنه أكو بروموتر، أكو sequence معين وبعدين بعملية الترانسكريبشن. وبعدين يرتبط الRNA polymerase. ليش؟ لأنه أكو بروموتر سيكونس معين على الDNA. هنا نفس الحالة، الرايبوسوم عندما يرتبط بالمسنجر RNA أكو سيكونس معين نسميه إحنا شاين دلغارنو سيكونس اللي هي أو يسموه رايبوسومال بايندينج سايت. هذا من خلاله يرتبط الرايبوسوم ويعرف أنه بداية التشفير تبدي منه. فهو سيكونس معين راح يرتبط الشاين دلغارنو على المسنجر العفو راح يرتبط الريبوسوم في مكان اسمه شاين دلغارنو سيكونس، يعني سيكونس معين موجود على المسنجر RNA. Located at the 5 end of the messenger RNA. هذا هو ال 5 end. فهنا منا يعني منا يبدي الشاين دلغارنو سيكونس. و it is complementary to the 3 end of the 16S ribosomal RNA of the ribosome. يعني عندنا هنا ال 5 end بالمسنجر RNA تعرفون هو single strand، فهذا complementary ويا ال 3 end بال rRNA الموجودة بالرايبوسوم. فيرتبط الرايبوسوم ويبدي يمشي بهذا الاتجاه حتى يطلع شريط ال DNA. العفو مو شريط ال DNA، يطلع شريط البوليبيبتايد اللي تكون البروتين. فإذا تشوفون احنا هنا اجى ارتبط ال tRNA ارتبط بالمسنجر RNA بمساعدة الرايبوسوم. فده تشوفون هنا عندنا مسنجر RNA، عندنا rRNA موجودة هنا، وعندنا tRNA. وبعمليات معينة راح يبدي يكون البوليبيبتايد. هاي تشوفون الجراوند بوليبيبتايد، ويتكون عندنا البوليبيبتايد ويتكون البروتين، وإلى أن ينتهي المسنجر RNA ويصل إلى عملية ال خلينا نقول termination site. فينفصل الرايبوسوم عن المسنجر RNA. المسنجر RNA راح يتحلل
الرايبوسوم ولا العفو التي ار ان اي، فراح مثل ما قلنا انه الهاف لايف مالته اطول، فيقدر يعني اكثر من مره يجيب حامض اميني وتستمر عمليه الترانسليشن. سؤال يقول distinguish between DNA synthesis on a leading and on a lagging strand addressing the different mechanisms of initiation and elongation of the DNA strand. شرحت لكم اياها شنو الفرق بين الليدنج وال lagging strand، شلون تتكون ال اوغازاكي fragments، وايضا هنا انا اشرح لكم شنو نوع البوليمريزز اللي تستخدم، فهذه انت لازم تقروها. بدنا نشوف احنا DNA polymerization by DNA polymerase 3 proceed 5 to 3 prime extending from short RNA primers which are later removed. However, one strand, the leading strand, is synthesized continuously, whereas the other strand, the lagging strand, is synthesized discontinuously. For the lagging strand, the RNA primers are laid down onto the template continuously, and DNA polymerase 3 fills in the gaps between primers. On reaching the fragment, DNA polymerase 1 replaces polymerase 3 and continues synthesizing DNA while removing the RNA primer from the previous fragment. Finally, DNA ligase seals the two fragments together. فهنا ده يشرح على اللاجينج والأوغازاكي fragments. بنشوف انه عند ما تنتهي، مو احنا قلنا هناك البوليمريز بالاوكازاكي فراجمنتس يختلف، فهنا بعد ما يكمل بوليمريز 3 بالاوكازاكي فراجمنتس راح يجي دي ان اي بوليمريز اخر اللي هو دي ان اي بوليمريز 1، راح يستبدل هذا الدي ان اي بوليمريز، وهذا الشيء يسوي يكمل اضافه النيوكليوتايدز بمكان البرايمرات اللي احنا قلنا راح يصير لها ريموفينج، وبعدين يجي اللايجيز دي ان اي لايجيز راح يلحم بين قطعة وقطعة، مو قلنا تقريبا بين برايمر وبرايمر 1 KB، فهو يلحم هذه القطع بيناتها وتتكون عندنا شريط DNA كامل.